مرحبا وكيف الحال؟ اجاني سؤال امبارح من احد المشتركين عندي بيسالني فيه، بقول لي احمد انا ملتزم بالكيتو ونتائج ممتازه ومبسوط، بس بدي اسالك الكيتو لمتى؟ يعني انا حدا ضلني محروم من الرز، من الكبسه، من السندويشات لطول حياتي، مستحيل اكل ولا اشي. الجواب الك بعد الفاصل، ورافقونا وراجعين. مرحبا، وهينا رجعنا. واللي ما بيعرفني معك احمد سماره، انت حاليا على قناه سماره كيتو لايف، القناه المهووسه في كل ما يتعلق بالرجيم الكيتوني والصيام المتقطع. حلقتنا اليوم حلقه جديده، اكيد رح نحكي فيها بموضوع جديد، الا وهو انا ملتزم بالرجيم الكيتوني وكان في سبب لالتزامي فيه. يا ترى هل لما يخلص هذا السبب واحصل وزني المثالي او اخلص من الضغط او السكري او من مشاكل الصحيه اللي انا دخلت فيها ان كانت التهابات او غيرها بقدر اطلع؟ هل أنا محروم من الرز والخبز طول حياتي؟ خلينا نحكي فيها. فلما تلتزم أنت بالرجيم الكيتوني، أنت أكيد أنك بلشت بالرجيم زيه زي أي دايت تاني، إنه الهدف إنه تأخذ محصلة وتطلع ترجع تأكل باعتدال. فإذا أنت مريض سكر والتزمت بالرجيم الكيتوني حتى تشفى من السكر، وعد شهر ورا التاني كملت سنة على الرجيم الكيتوني والسكر تبعك صار زي ما بصير مع كل المشتركين عندي اللي عندهم سكري، تعافيت تماما من السكر، وجيت حتى جربت حالك اكلت لك قطعه كنافه ولا قطعه عوامه بسموها الجيمات في الخليج واكلتها ولقيت قراءه السكر ممتازه 100%. وهذا اللي بيصير معاهم حرفيا، انه حتى لما ينشفي لما ياكل سكر زي هاي بكميات كبيره من السكر بيضلوا سليم. وقررت انه خلص انت شفيت بدك تصير تاكل زي بقيه هالخلق. اساسا 70% من الناس عندهم مقاومه انسولين، وانت بالتحديد اللي انت دخلت على الرجيم الكيتوني، رجيمك السابق اللي كان يتصف بالاعتدال على تحفظي هو كان سبب في كل امراضك وزياده الوزن. فتركك للكيتو ورجوعك للاكل بنفس الطريقه اللي كنت تاكل عليها ما رح يعطي نتائج مختلفه، انت مجرب النتيجه من اول فرح يعطيك نفس النتيجه. فاكيد الكيتو من وجهه نظري انا اكيد هو نظام حياه لازم نلتزم فيه من اول ما نبلش لنخلص. خلينا قبل ما احكي لكم بس متى ممكن انت تطلع من الرجيم الكيتوني بدون ما تخسر النتائج هذه، خلينا احكي لكم انت طب انت ايش اللي اصلا الاستفاده من التزامك بهذا الرجيم. فالرجيم الكيتوني مش بس رجيم هدفه خساره الوزن بسرعه، وانما هو رجيم لتحسين الصحه، وهذا سبب تسميتي لبرنامجي برنامج خساره الوزن وتصحيح الهرمونات، لانه احنا بنصحح الهرمونات اللي كانت سبب خللها نقصانك في الوزن او زيادتك عفوا بالوزن، فبعد فبنزل وزنك لانه صحتك تحسنت. وحتى دكتور بيرب بكتابه بيحكي get healthy to lose weight، فانت فعليا لازم تحسن صحتك. وكثير مرات من الحالات اللي بتيجيني اللي بيكون مستعجل على نزول وزنه بقول له استنى، انت عندك مشاكل، عندك ضغط، عندك سكري، خلينا نمشي نعالج هاي المشاكل، مجرد ما نبلش نوقف العلاجات بالتعاون مع دكتوره تتحسن صحته وببلش وزنه ينزل بسرعه. هلا في الرجيم الكيتوني انت اول شيء عمليه الاحتراق للكيتونات، النواتج اللي بتخرج من هاي الكيتونات اقل، نواتج التفاعل اللي هي سيئه زي ثاني اكسيد الكربون. فبالتالي انت لما بيقيسوا التنفس تبعك بيلاقوا انه ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من عمليه التنفس نفسها عم بتكون اقل من الانسان اللي عماله بياكل اكل عادي. هذا الاشي بيخلي دمك فيه كمية اكسجين اكتر بالعادة، فبالتالي تنفسك بصير نوعيته افضل ونشاطك بصير وبزيد احسن. ولما يكون فيه اكسجين في الدم بكمية عالية هذا بيأكد وبيحسن صحتك ومقاومتك للامراض السرطانية، لانه احد اهم علاجات مرضى السرطان انه ياخد دائما الاكسجين لمقاومة التأكسد اللي عمالها بتصير في جسمه. والكيتونات هي مصدر اكثر كفاءة للطاقة، مخك بحبها افضل بفضلها، ولما تصير على الكيتو بصير 80% من دماغك بيشتغل بس على الكيتونات، قلبك بفضل التعامل مع الكيتونات اكثر، وكميه الاكسجين بتزيد زي ما حكينا. فلا سمح الله الشخص اللي فيه احتمال يصيب بجلطه قلبيه لو كان في الكيتو بيكون عنده 20% زياده فرصه في التحسن وتجاوز هذه الازمه من شخص عماله بياكل سكريات بكميات كبيره. الكيتونات لما انت تكون بالرجيم الكيتوني هي وحده بناء لبناء اللي هي غلاف المغلف للأعصاب اللي هو طبقة المايولين، وهذه الطبقة أساسية في الحفاظ على السيال العصبي داخل العصب وزيادة تسريع انتقال السيالات العصبية. فاللي بيكون عنده اهتراء في هاي الطبقة بيكون عنده دائما خدران وبطء في الاستجابة لأعصاب لأطرافه، فبتلاقي دائما اللي عندهم أمراض السكري دائما بتوصل لمرحلة بيصير عندهم رجة في إيديهم وبطء في حركات الإرادية اللي هم بدهم إياها بسبب اهتراء هاي الطبقة.
الشغله الثانيه انه بدك تعرف انه الكيتو اللي بدك تلتزم فيه يكون نمط حياه لك هو الكيتو المعتدل او الكيتو المطور اللي هو كيتو الدكتور بيرج اللي انا اتعلمته منه، انه احنا بهمنا مصدر الدهون، بهمنا يكون في رينج واسع من الخضروات تدخل معنا في الاكل بحيث انه انت تضمن حصولك على الفيتامينات والمعادن من مصادرك الطبيعيه. فاذا كنت بتعمل الرجيم بطريقه صحيحه اكيد انت ما بتحتاج لمعظم المكملات الغذائيه اللي بتشوفهم بسوقوها في الاسواق. الكيتو التزامك فيه برضه بيزيد مناعتك وبقوي جسمك وبقوي صحتك، فبالتالي بتبطل انت تخسر وقت ونوعيه حياتك بانك بتضلك رايح جاي عند الطبيب عشان تاخذ اجازات مرضيه وعشان تروح تاخذ الدواء ورا الثاني وانت بس مرمي في التخت مش قادر تتنفس ولا قادر تعمل بوظائفك. فناد صار كثير قليل ما يصيبني اي نوع من الامراض، نادر جدا يعني الا ما ممكن بعض الاصابات الرياضيه اثناء التمرين، وهذا بحكم الرياضه وليس بحكم نقص المناعه. فدخولك في الرجيم الكيتوني وظهور الكيتونات هذا ضمان انه الانسولين المدمر لصحتك نزل، السكري عندك قليل، فبالتالي اهتراء الجسم وتعفنه من الداخل بسبب ارتفاع المستمر للسكر انت بتحمي حالك منه، الاوعيه الدمويه تبعتك بتنضف لانه ما في سكر يؤذيها. طبعا اكيد لازم معاه ترافقه بايقاف التدخين لانه حرام انت تكون موقف هذا السم الابيض وتاكل السم الاسود بداله. انت بالرجيم الكيتوني بتحمي كبدك، بتحمي الكلى، بتحمي العيون، لانه كل هدول لما تكون انت مصاب بالسكري اللي هو نتيجه التهاب السكر المستمر بصير عندك تلف بالاخر في الكبد، وعاده هو بيكون سبب الوفاه عندهم، بيكون تلف في الكلى وهذا اللي بسبب انه مرضى السكري مرات كثير بصير عندهم غسيل كلى بالاخر، وطبعا حياتهم بتصير عباره عن عذاب يوم بعد يوم لانه عم بصيروا كل يومين لازم يروح يغسل كلى. عيونك كثير من مرضى السكري بعيد الشر مع التنظيم السيء للسكر بفقدوا بصرهم او بصير بصرهم غير كفؤ. نوصل لاهم جواب في سؤالي، انه هل انا كاحمد سمارة او انت بالمستقبل بس توصل وزنك المثالي نهائي ما بتاكل سكر نهائي ما بتاكل خبز؟ اللي بيحكي لك هيك بقول لك بكون كاذب عليك، لانه انت لما تكون صحتك ممتازه وعندك رصيد في حسابك في الصحه ممتاز وقدرتك منيحه جسمك بتحمل تطلع من الكيتو لفتره معينه وترد ترجع. انا شخصيا كل اسبوعين تقريبا بطلع من الكيتو بوجبه بكون فيها كربوهيدرات من شيء اشتهيته، لكن ما بتكون كل وجبه عباره عن كربوهيدرات، بحافظ على اكلي كيتو، لكن لما بشتهي حبه الفاكهه في الاسبوع وانا عند ناس ممكن اتناول هذه القطعه، ممكن فرضا اروح واكل لي حبه بيتزا اشتهيتها في يوم انا ناوي اكسر فيه وعارف انه عندي ثاني يوم تمرين. اللي بدي تعرفه انه انت بعد ما تطلع من الكيتو بامكانك تاكل ما يحلو لك بس من وقت للتاني، يعني كل اسبوع كل اسبوعين كل شهر انت كل الوقت عم تعمل اشي منيح لجسمك بصح لك تعمل اشي لشهوتك. هلا بالكيتو انت بتبلش بالاول بكميات دهون كبيرة حتى تجبر جسمك على انه يحرق هاي الدهون، اثناء النزول الوزن وتصليح الصحة بنقلل الدهون ونخلي جسمك يستغل دهونك انت اذا في عندك وزن زايد، بس تخلص انت من الرجيم بدك تثبت وزن بتبلش انت تزيد السعرات بس مش بزيادة الكربوهيدرات، بزيادة كمية الدهون اللي بتستهلكها من مصادر صحية. ما بحكي تاخد زيت القلي، باخد زيت الزيتون، باخد الزبدة الأورجانيك، باخد اللي اللي مع الخروف فرضا. فهي الطريقة بإمكاني أرفع فيها سعراتي وأحافظ فيها على وزني وأكيد أحافظ فيها على صحتي، لكن طبعا لما بتوصل لوزنك المثالي بإمكانك تدخل الكربوهيدرات اللي بتأدي لتثبيت الوزن زي الكربوهيدرات اللي في بعض الفواكه قليلة الجلايسيميك إندكس المسموحة في الكيتو. وأكيد بالنهاية ما بدعولكم إنكم تكونوا بألف خير وتكون رحلتكم في الكيتو بعد وقبل وصول الوزن المثالي ورحلة شيقة، رحلة فيها صحة وحياة. وإذا شفتوا المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد ما تبخل على غيرك بأنك تعمل شير وتشارك هذا الفيديو على الآخرين، وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتعمل سبسكرايب حتى تضلها تجيك الإشعارات بالفيديوهات المفيدة لك أول بأول، وما تبخل علي أنا أحمد سمارة بأني شاركتك معلوماتي بأنك أتليست على الأقل تعمل لي لايك. وبالنهاية بدعوكم تنضموا لعائلتنا الرائعة على الفيسبوك، عائلة سمارس كيتو لايف اند فاستنج، سمارس كيتو اند فاستنج بلانت عفوا، وتنضموا لنا السناب شات، تابعوني على السناب شات وعلى الانستغرام. وبالنهاية مع السلامة، باي.